اهلا وسهلا بيكم. نعمل تاني وصف حلقه النهارده اللي هي فوندنت الشوكولاته بس من غير دقيق ومن غير وبالتالي من غير جلوتين. مقادير الفوندنت 2 بيضه 2 صفار بيض 100 جرام سكر 125 جرام شوكولاته داكنه مذابه 125 جرام زبده مذابه 40 جرام دقيق رز ونص معلقة صغيرة ملح. هنبتدي بأننا هنضرب السكر مع البيض وصفار البيض. ولما السكر والبيض وصفار البيض يوصلوا لمرحلة الشريطة بعد كده هنضيف لهم الشوكولاتة ودقيق الرز والزبدة. اوكي كده وصلنا لمرحلة الشريطة زي ما احنا شايفين. هناخد الشوكولاتة اللي دوبناها بس ما تكونش سخنة وإلا هتهبط البيض والسكر، تكون سايحة بس خلاص رجعت تاني لدرجة حرارة الغرفة تقريبا. وهنبتدي نقلب بالراحة خالص من تحت لفوق. لما نحس ان الشوكولاتة ابتدت تختلط بالبيض والسكر هنبتدي نخلط الملح مع دقيق الرز، نقلبهم مع بعض. نحطهم معاهم ونبتدي نقلب خفيف خالص، نعمل برضو فولدينج. وأول ما نحس إن هيبتدوا يختلطوا نقوم حاطين الزبدة معاهم. وبرضو الزبدة ما تبقاش سخنة، الزبدة كمان تبقى دوبناها ورجعت تاني تقريبا لدرجة حرارة الغرفة. وهنبتدي نقلب وناخد من تحت لفوق براحة خالص. لحد ما كلهم يختلطوا مع بعض من غير ما نفقد الهواء اللي دخلناه فيهم بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اوكي وبكده تكون الخليط بتاع الشوكليت فوندنت بدون دقيق وبدون جلوتين جاهزة. ودلوقتي نحطها في القوالب اللي حضرناها.
والقوالب اللي حضرناها بالزبدة والكاكاو، لأن هيطلع الحروف بتاعتها ما تبقاش بيضة وإحنا عاملين حاجة بالشوكولاتة، وبالتالي نغطيها بالكاكاو مش بالدقيق. فهناخد المعلقة بتاعت الآيس كريم ونبتدي نملى القوالب. وبعد كده هندخل القوالب دي التلاجة لحد ما الشوكولاتة والزبدة يرجعوا يجمدوا تاني في التلاجة، وبعد كده هنخبزها على 180 لحد ما الجوانب بتاعتها تبقى جامدة والنص هيبقى لسه سايح، ويبقى عندنا شوكولات فوندنت بدون دقيق علشان الناس اللي مش بتحب تاكل حاجة فيها جلوتين ان شاء الله تتبسطوا بيها. هحط دي على جنب، وانا عندي من الاول نفس الخليط كان جوه التلاجة، وزي ما احنا شايفين دلوقتي بقى جامد، وده اللي هدخله الفرن دلوقتي، وهيقعد في الفرن حوالي 10 دقايق بالكتير 12 دقيقة، وهنشوفه مع بعض لما يطلع ان شاء الله. وزي ما احنا شايفين ده كده الشوكولات فوندنت. وهنقدم واحدة مع